مساكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة يا رب. اشتقتوا لهالطلة؟ أنا ما اشتقت كثير، بس يلا اليوم لعيونكم بسوي معاكم بتر تشيكن. سبق وسويتها معاكم طبعا بتر تشيكن بطريقة مرة سريعة، وبعلمكم سر من أسرار المطاعم اللي يسوونه. الوصفة تنقسم لقسمين، الدجاج وتتبيلته وبعدين شوية، وعندي الصلصة. فبسوي معاكم أنا هالشغلتين، الصلصة بجهزها وعادي تسوين كمية من الصلصة كبيرة، تزيدين الكمية وتفرزنينها وقت ما تبين تطلعين وتسوين. هذا مرة بيسهل لك، تحطين كل حق طبخة في كيس صغير وتحطينه بالفريزر زي الكشنة اللي كنا نسويها في رمضان، بس أنا ما سويت هالسنة كشنة، ما فرزنت. تمام، فبقول لكم الحين المقادير اثنينهم، وبنسوي زي ما قلت لكم الصلصة بنخليها جاهزة لين المغرب أو قبل المغرب، وبنتبل الدجاج وهم بنخليه يتبل أطول فترة ممكنة. نسيت الليمون ورحت جبتها. لتتبيل الدجاج عندي دجاج قطعته كيوبس الحجم اللي تبينه، فقطعت لي العامله اول شيء كيوبس مره صغير، قلت لها لا ارجعي كبري شوي، وزبادي وعصير ليمون وملح. بالنسبه للبهارات راح نستخدم البهارات اقسميها قسمين، وراح اكتب لكم كل هالتفاصيل في بعدين في نوت وانتم تسوون لها كابتشر. عندي كركم، فلفل احمر حار، اللي ما تبينه تقدرين تستغنين عنه الفلفل الحار طبعا، بابريكا، فلفل اسود، وبهار قرم مساله. بهار قرم مساله متوفر في اغلب السوبر ماركتات بهارات قرم مساله، او ما عندك حطي بدالها بهار مشكل. تمام، بهارات مشكله حقتنا. اما بالنسبه للصلصه قبل ما نطبخها راح نحتاج بصل، طماطم، حبه بصله، حبتين طماطم، ثوم وزنجبيل، نفس البهارات اللي ذكرتها، كاجو وملح. وبعدين بعلمكم الطريقه وكل شيء. الحين خلينا نتبل الدجاج ونخليه يتبل وبعدين ننتقل لعمل الصلصه. بالنسبة للإضافات اللي راح تضيفينها، عندك كريمة الطبخ وعندك الزبدة، مش موجودة عندكم هنا، وعندنا الكزبرة للتزيين. وللأمانة أنا ما عندي كزبرة، وأتمنى أن يكون في أحد يجيب لي كزبرة، بس إن شاء الله إن شاء الله يجيبون لي. تقدمينها إما مع خبز البراتة أو مع خبز النان أو مع الرز الأبيض مع الزعفران، كذا بيعطي طعم حلو. ما قررت مع إيش بقدمها، بس غالبا بجيب خبز تنور من المطعم وبقدمها معاه، لأن يحبونها يعني زوجي يحبها كذا، مو كثير مع الرز، هو عكسي أنا أحب الرز أكثر. كل الأشياء اللي ذكرتها لكم للتتبيل ضيفيها، عندك الزبادي وبهاراتك. يا جماعة ترى أطبخ الوصفة مباشر، فتحملوا شوي ها، يعني مو زي لما تكون مصورة كل شيء ورا بعض، لا. والليمون والملح ونخلط، ندلع دجاجنا ونمسجة ونخلط المكونات هذه كلها مع بعض ونخليها تتبل أقل شيء ربع ساعة للمستعجلة. طبعا أنا بعد ما أخلص الصلصة بكتب لكم الطريقة كاملة عشان اللي حابة تسويها قبلي كغدا، أو ما أعرف وجبة الغدا متى صارت هالأيام. مهم خلني بس أمزج الدجاج هذا كله مع بعض وأرجع. بنغطيها ونخليها زي ما قلت لكم ربع ساعة، فأكثر عادي تسوينها من الليل وتخلينها، كل ما أخذت لها وقت في التتبيل كل ما كان أفضل. حطيت الزيت وراح أحط قطعة زبدة، استناها تسيح وأرجع. راح أحط البصل، تقريبا هذه بصلة واحدة على حسب كميتك. زي ما قلت لكم الصلصة هذه سوي كمية وفرزنيها ترتاحين، خاصة إنها لذيذة والكل يحبها يعني. خلوا بنات لحد ما ياخذ له لون ذهبي فاتح حلو، يعني خلو كذا يشوقر. هذه درجة اللون اللي أبيها. راح أضيف الآن الطماطم وأتركه يذبل، هاي حبتين طماطم. بضيف الثوم والزنجبيل وخليه ياخذ كذا، أشم الريحة الحلوة النكهة الحلوة، بعدين أعلمكم إيش بضيف. راح أضيف الآن مقدار من الموية ما يقارب 3/4 كوب علشان يذبل الطماطم مضبوط، وما نبغى البصل لسه يغمق اكثر لانه بدا يغمق يعني زي ما انتم شايفين. راح نخليه الان شوي دقائق ونرجع له. شوفوا الان ذبل، فراح اضيف عليه البهارات حقتنا، نفس البهارات اللي تبلنا فيها الدجاج، وراح اضيف عليه مقدار من الكاجو. راح اضيف عليه، شوفوا اسرار المطاعم، يحطون سكر ويضيفون كاتشب. اخلط كل هذه المكونات مع بعض تتمازج. انا حاطه الحراره وسط على فكره، من لما حطيت الطماطم حاطه الحراره وسط. تمتزج هذه المكونات واشم كذا ريحه البتر تشيكن الحلوه، وبعدين راح احطها في الخلاط كلها واضربها. هذه الخلطه تقدرين تفرزنينها بعد ما تضربينها بالخلاط،
الخطوات الباقية عاد تبعونها معاي بعدين، بس بنضربها في الخلاط ونخليها كذا. خلصنا الجزء الأول من الوصفة، يبقى الطبخ بعدين. القرم مسالة اللي استخدمته هو قرم مسالة توليفة، أو المسالة حق توليفة. طبعا في الدفعة الجديدة اللي وصلتنا ما كان فيها مسالة، كان في 3 بهارات للأسف ما سواها المصنع يعني، فكان في 3 بهارات ناقصة، بس بإذن الله الدفعة الجديدة. بس طبعا لسه مطولين حنا، لأن قاعدين ننشأ مصنع وندور عن مصنع هنا في السعودية عشان نسويه. فنكهة المسالة حقتي بصراحة مش عشاني أنا مسويتها مرة مضبوطة، شو قاعدة أقول لكم إياها، وأنا ما عندي أبيعها الآن مسالة ما عندي، بس فعلا فعلا وصفتي مرة يعني طريقة المسالة حقتي مرة مضبوطة. واعذروني ما أقدر أحطها لأن أسترزق من وراها يعني، لأنها خاصة بمصنع توليفة. فإن شاء الله إن شاء الله تشوفون مصنع توليفة قريبا. هنا بنات راح نضيف الصلصة حقتنا، عشان كذا أقول لكم أحب القزاز، لأن تحطين فيه شيء وهو حار عادي عكس البلاستيك ممكن ينكسر معاكي. فراح أحط الآن الصلصة ونضربها في الخلاط. الريحة يا جماعة ما أحكي لكم، شيء مجنون ما شاء الله تبارك الله. هذه الصلصة بحطها، وزي ما قلت لكم سوي كمية وفرزنيها. هاي الصلصة صارت جاهزة زي ما قلت لكم، سوي كمية وقسميها وفرزنيها وخذي حاجتك منها كل مرة بتريحك، لأن الوصفة كلها في تتبيلة الدجاج وفي الصلصة هذه، الباقي كله شغله سهل. وحتى الدجاج تقدرين تبلينه إذا هو مبرد وتفرزنينه. فخلاص الآن راح أغطيها وأتركها على جنب لين قبل المغرب نبدأ نشتغل فيها، وبكتب لكم الوصفة الكاملة بالتفصيل بالسناب الجاية بإذن الله. وكبشروها وطبقوها، وإذا طبقتوا أرسلوا لي التطبيقات عشان أنشرها لكم، لأن التطبيقات مرة تبسطني. تعالوا نكمل طبختنا، ما باقي كثير وقت، خلنا نجهزها وتصير جاهزة. سخنت المقلة قد ما أقدر يكون ساخن. نحاول نشويه بالمقلة، ونفسه راح استخدم المقلة هذا ما راح اغيره. تقدرين تدخلين الفرن تقريبا حوالي 20 دقيقة، او هنا طبعا هنا اسرع شوي، براحتك يعني الطريقة اللي تشوفينها انت مناسبة. فبنخلي لحد ما يستوي تقريبا، مش تقريبا لازم يستوي تماما. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، بس ابغى ياخذ لك كذا تحميرة تقريبا استوى، بس ابغى ياخذ له تحمير لو توصلكم الريحة يا جماعة. صراحة لازم الايفون الجديد يكون فيه خاصية تشمون وتذوقون بعد، لازم يشوف له حل صراحة صاحب الايفون. طيب الان في هالمرحلة شوفوا ايش راح اسوي. هذا الصوص اللي انا سويته، وهذا مصفاية بحطه، الباقي بحطه بعدين بس عشان اوريكم. بحاول اني اصفيه، خل اصفيه وارجع. ليش نصفيه؟ عشان ممكن يكون فيه قطع من الكاجو او شيء. وراح اضيف 1/3 كوب كريمة، واخلط هذه المكونات كلها مع بعض. ممكن تحطين الصوص اول تخلينه يطبخ شوي معاه، بس انا حطيت كل شيء مع بعض وبخليه يطبخ ما يقارب 5 دقائق. طبعا هديت الحرارة، بخليه يطبخ شوي، بغطيه وخليه يطبخ، وبس بيكون جاهز. ألذ باتر تشيكن ممكن تاكلينه. هديت الحرارة خليتها وسط، والآن راح أغطيه وأتركه 5 دقائق، وإن شاء الله بيكون جاهز. بس خلاص بخليه، بعدين طبعا راح نسوي جلسة تصوير ونغرفه. سويت معاه رز بالزعفران، وبجيب برضو خبز من خبز تنور من المطعم. في فقرة نسيتها بنات، مش نسيتها، هي هذا وقتها، اللي هي قطعة الزبدة. عشان يصير بتر تشيكن الزبدة تعطيه قوام مرة كذا سلكي على قولتهم، حريري. فخلاص كذا الحين أغطيه وأتركه 5 دقائق ويصير جاهز. نغطيه ونتركه 5 دقائق ويصير جاهز.